مفهوم؟ يعني أشياء تعجز عنها حتى يأخذ أموال. سحروا أعين الناس واسترخوا. الساحر يجعلك تتعلق به لا بالله. وهذا عند بعض الرقاة اليوم. قلت ترى أنا غير مسؤول عنك بعد 3 أيام. وأنت ربي. نعم. قال باب بيان شيء من أنواع السحر. حتى تجتنبها. قال باب ما جاء في الكهان ونحوه. سبحان الله، شوف يرتب لك ما أجمل هذا الترتيب. السحر حتى تعرف من هو الساحر وأنه كافر كفر أكبر. وبعدين أنواع السحر، لأن الآن أنواع كثيرة جدا، رسائل، إنترنت، مواقع، بلاوي. بعدين أراد أن يبين لك من هو الساحر، من هو الكاهن، من هو العراف، من هو المنجم، كل من يتكلم في علم الغيب وكيفية إتيان هؤلاء. لا تظن الإتيان فقط تأتي تجالس وتتصل تشتري المجلة اللي فيها أبراج. انتبه، شراء المجلة، يقول الشيخ صالح على الشيخ، شراء المجلة محرم. تنظر فقط في البرج، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. قد لا تصدق اليوم، يحدث مع هذا الشيء بعد يومين، قال سبحان الله هذا اللي قرأت، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أداة يبين لك من هم وحكم إتيان هؤلاء. قلنا الإتيان المجرد لا تقبل له صلاة 40. يصدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإتيان، اتصال، قراءة الرسائل، المجلات، قراءة الكف، الفنجان، الدخول على المواقع، مشاهدة المواقع سواء كانت في التلفاز أو في الانترنت أو في غيرها. نعم. الأخير أراد أن يبين لك أن السحر إذا وقع كيف يحل، كيف نعالج السحر. فقال باب ما جاء في النشرة. في النشرة يعني حل السحر عن المسحور. النشرة يقول ابن القيم تنقسم إلى قسمين، علاج السحر، إما بسحر هذا من عمل الشيطان مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة في تقوية السحرة، تضعيف التداوب القرآن فيه. يا أخي كيف تذهب؟ قال هذا العلاج مضمون 100%، وهذا العلاج مضمون 1%. بالله عيالش تأخذ؟ ليش تذهب إلى الساحر وتترك القرآن والقرآن 100% شفاء؟ ثم ما يمكن أن الساحر هذا يعالجك، الساحر الثاني المعالج، إلا بالشرك بالله. ثم يعالجك الثاني يوضع لك سحر. طب كم سحر صار عندك؟ أول سحر واحد، زاد لك سحر على السحر، ما استفدت شيء. ثم تصبر ويكون لك الجنة. صح؟ قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال نعم. قال هذه المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أسرع وتكشر. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت على التوحيد ولك الجنة. عجب في هذه الأيام أننا إذا رأى واحد منا مبتلى يقول مسكين ما يستاهل. ليش؟ لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا حب عبدا ابتلاه. صح؟ فمن رضي فله الرضا، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. لكن ما ليس معنى هذا تتمنى البلاء، لا. وعندنا بعض الناس يقول فلان مسكين. مسكين يعني هذا أرحم به من الله ولا التوحيد. يقول ما تستاهل، أعوذ بالله. يقول والله ما بيدي شيء. أنت عارف الحكومة، الدولة، عارف الموضوع، ما في داعي نتكلم. كان يقول لهم تسخط، اعترض على قضاء القدر، أكفر ولا أحد ينكر. صح؟ صحيح؟ نعم. يأتينا إن شاء الله. إذن أبواب 4 مرتبة بإتقان: السحر، أنواع السحر، من هم، وكيفية الإتيان وحكم الإتيان، والعلاج بثلاثة أشياء. هذا مشروع وغيره ممنوع: رقية بشروطها، دعاء، أدوية مباحة، شرب العسل، الحجامة مثلا. بعد هذا انتقل إلى موضوع خطير جدا كثير من يقع فيه إلا من رحم الله. قال باب ما جاء في التطير. التطير هذا لا ينتهي. تطير تشاؤم، تفاهم،
يتفاعل؟ لا، عندنا فعل وعندنا تطير. يتشاءم بايش؟ بمرء يرى اشياء، كلب كرمكم الله، بومه، او يسمع اشياء، صوت كلب، صوت حمار، او معلوم ازمنه وامكنه. يتطير بعض الاشياء، يقول اعوذ بالله، فلان شراره، فلان منحوس، صح؟ فلان والله ما اسافر معه قط، انا ما امشي في هذا الشارع، حصل لي حادث. وحدث ولا حرج عن التطير، كثير جدا. المهم في وقت من الاوقات رجل عندنا خرج من السعوديه للعراق، العراق كانت في القديم ملكيه، القديم. وهذا سبحان الله رجل دخل العراق، خرج من العراق، حصل انقلاب وتبع هذا الملك. فعندنا رجل من الامراء قال لي هذا، قال انت شؤم على العراق، قال السني على اليهود. ذكي ما يستطيع يرد عليه الا بهذه الطريقه، قال السني على اليهود، اقضي عليهم بدون دبابات ولا صواريخ، ترتاح منهم مثل ما ارتحنا من العراق. قال هذا امر ليس بيدي، صح؟ يا اخواننا الموحد ما يتطير. شال اتصال اخر الليل، مفهوم؟ قال الشيخ الساعة 2 في الليل اتصال، الوالدة بشر يا امي، صح؟ يتفاءل ولا يتطير؟ لو تطير ما هو موحد ترى، معليش اسفين. فهمت؟ لماذا تتشائم؟ لماذا تتطير؟ موحد ما تتطير ابدا، دائما متفائل. فعندنا فعل وعندنا تطير. حتى البعض يعني يسمي، يضع اسماء تطير، يعني الزوج يكتب، المهم اسماء في الجوالات، مصيبه، صحيح والله، المهم وزاره الداخليه، ليش يا اخي؟ لما وزاره الداخليه والله ما شفنا الا منها كل خير، الحمد لله، الحمد لله، ليش تتطير؟ ليش تتشائم؟ يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الامه، في اول الدعوه اول شيء حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ورقه بن نوفل رضي الله عنه ماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليتني يكون فيها جذعا حين اخرجك من قومك. تطير؟ قال والله ما استطيع ادخل هذا الباب. ها؟ تشاءم؟ كل الامه انقلبت ضد النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ اي انقلبوا عليه. بني عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، اقرباء، عودي، اوذي، لم يتطير. ايش؟ موحد تفاعل، مفهوم؟ اي نعم. الفعل حال الموحد، التطير حال مشرك منافق. الفعل حسن ظن بالله، التطير سوء ظن. الفعل مستحب، التطير شرك اصغر قد يصل الى الاكبر. الفعل انشراح للصدر، دائما شريح الصدر. التطير انقباض للصدر. كيف الحال؟ قال الحمد لله. ايش الاخبار؟ قال بخير. كيف الاسعار؟ قال الحمد لله. يا رجل ارتفعت الاسعار؟ قال الحمد لله في نعمه، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كذا. قال نخفضها بالتقوى، الحمد لله احنا في نعمه. والله نعم مو نعمه، صح؟ وبعض الناس متسخط يبغاك انت تسخط، صح؟ يسب ويشتم، نسال العافيه والسلامه. إذا حال الموحد ايش؟ دائما ما حد شائم عندنا. وبعض الناس قال والله فلان يضحك، قال الله يكفينا شر الضحك. ليش؟ لأنه بعد الضحك تأتي المصيبة. يعلم الغيب؟ إيه إيه، عندنا من يعلم الغيب، صح؟ لأنه يضحك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، النبي صلى الله عليه وسلم وما قال أحد، الله يكفينا شر الضحك، صح؟ وبعض الناس قال خير يا طير، تطير، شرك أصغر، موجود؟ بعدين قال لو عرفنا التوحيد، صح؟ وبعض الناس قال اعوذ بالله، فلان دخل، صح؟ اعوذ بالله هنا تطير، صح؟ اي نعم، ما يتطير الموحد، ما يتطير موحد ايش؟ تفاعل، مفهوم؟ الشرك اصغر واحنا لا ندري. وبعض الناس يقول والله نفسي مقبوضه، حاس ان اليوم المصيبه قريب تجي، يعني قبل الظهر يمكن جاي ان شاء الله، صح؟ موجود. وبعض الناس يتطير بايش؟ بالقران، بالقران يتطير. نعم، يبغى يتزوج ما
مترددة تزوج ولا يفتح القرآن، إذا وقع النظر على آية فيها رحمة قال توكلنا على الله، إذا وقع النظر على آية فيها عذاب جهنم قال أعوذ بالله. تطير بإيش؟ يعلم الأولاد عندنا حتى بقى الكبار، قال أنت تبغى تزوج؟ قال إيش سوي؟ تأخذ والدك، والله صدق شركة صار وإحنا ما ندري، الآن ندري، قال ها تزوجها ما تزوجها، تزوجها ما تزوجها، انتهينا صح؟ موجود؟ موجود. قال تبغى تسافر أو تسافر، هذا يسافر وهذه ما سافر، عنده موجود عندكم، إحنا ما الفرق بينه وبينكم الحمد لله. يقول حادي بادي كرومبو سبادي شال وحطه، هذا استقسام بالأزلام، هذا تطير، هذا شد، يعلم الأولاد هذا صح؟ موجود؟ لا تقول مو موجود، موجود يا رجل موجود صح؟ اي نعم، تطير استقسام بالأزلام هذا جاهلية موجودة، إذا لابد نتعلم التوحيد ونعلم التوحيد. نعم شيخ، المهم التطير والله لو نأخذ اليوم من الآن للفجر ما ينتهي موضوع التطير. ملك من الملوك أراد الخروج إلى الصيد، والصيد يعني عند البعض هواية، ويخرج يعني الملك ما يخرج لا بحرس ولا بجنود. الوزير قال للملك أخرج معك للصيد، قال تعال. فعندما أراد الخروج إلى الصيد جرح الملك في إصبعه جرح بسيط، فالوزير قال للملك قال الحمد لله، عجبا لأمر المؤمن كل أن كل أمره خير له خير. غاضب الملك وقال فرحت أني قطعت أدخله السجن، فأدخل الوزير إلى وقال مستهزئا للوزير قال سجنت؟ قال نعم. قال لعله خير، استهزاء. خرج الملك للصيد جرح بسيط، وهو في الصيد أمسكوا جماعة من الناس، قال ماذا تريد؟ قال نحن نبحث، لنا أيام نبحث عن رجل نقدم قربان للآلهة. قال أنا ملك، قالوا أنت كبش سمين، أحسن قربان للآلهة، قيدوه. فعندما أرادوا أن يضعوا القيد في يديه وجدوه مجروح، قالوا أنت معين، لا تصلح أن تكون قربان للآلهة، تركوه، تركوه، رجع لمن؟ قال والله صدقت إن قطعي خير. قال الوزير لا أنت الذي صدقت. قال لما؟ قال والله سجني خير. قال لماذا؟ قال لو كنت معك في الصيد أنا لست ببعيد، كنت الآن في عداد القرابين مع الأموات. يا أخوانا لا تتطير، اتق الله، توحيد موحد تفاعل، غير هذه الأسماء، غير كذا، خليك دائما متفاعل. يجيك اتصال آخر الليل ما في إشكال، مفهوم؟ خلاص؟ يمكن؟ نعم، يلا. قال باب ما جاء في التنجيم. التنجيم علم النجوم، عندنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم لها علاقة بالحوادث الأرضية، شرك أكبر، أو يعتقد أنها سبب، شرك أصغر. الثاني علم تسيير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يستدل بالنجوم على أوقات الزرع، فصول السنة، الجهات، هذا جائز، ومنه ما هو واجب، يستدل بالنجوم على جهة القبلة، مفهوم؟ إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، تأثير وتسيير. التأثير شرك أكبر أو شرك أصغر، والتسيير جائز أو واجب. قال مرة أخرى باب، قالوا قال باب ما جاء في التنجيم. في التنجيم ما لم يقل من الشرك، لأنه منه ما هو جائز واجب، منه ما هو شرك أكبر أو شرك أصغر. ثم قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، يعني طلب السقيا من ايش؟ من النجم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، يقول ذهب الاستسقاء بالأنواع ومطرنا بنوع كذا وكذا، وجاءت المنخفضات الجوية، قال هذا منخفض جوي مصحوب بنزول الأمطار، صحيح؟ ايش علاقة المنخفض؟ المنخفض هو ما ينزل المطر، منزل المطر الله سبحانه وتعالى، لا تقول منخفض جوي ولا غيره، مفهوم؟ اي نعم، مطرنا بمنخفض جوي، هذا
تماما كالذي قالوا مطرنا بنوع كذا وكذا. وقال هذا احنا في فصل ايش مثلا او امطار تاتي للجزيره العربيه عندكم، قال وسم، ما عليك بالوسم، وش علاقه الوسم؟ مفهوم وسم ما هو منزل المطر، منزل المطر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال باب قوله يا اخوان النعم ينقسم الناس عند النعم الى مؤمن وكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد صلى بنا صلى لنا صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني مطر غيث كانت من الليل، فقال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نعمة. فما بالك نعم، انتبه، حال النعم تنسب النعمة لمن؟ إلى الله. موحد، كيف الحال؟ قال الحمد لله. من أين لك هذا؟ قال هذا من فضل رب، تذلل لسانك بشكر المنعم وتفضل، هذا التوحيد. نعم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ، خلاص انتقلنا الآن، انتهينا من أعمال الشياطين. أعمال الشياطين السحر، الكهانة، تنجيم، هذا قسم. قسم الثاني التطير، أعمال الشياطين، والثالث نظر في النجوم، منخفضات جوية وغيره. انتهينا من أعمال الشياطين، ندخل في أعمال القلوب. أعمال القلوب الباب الأول المحبة، تحب الله ولا تحب أحد مع الله. كيف تعرف أنك تحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبعض الناس ادعي المحبة وكاذب، لأنه أنزل الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله. يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الصالحين؟ تحت محبة الله، أحببناهم لأن الله أمر بحبهم. عندنا حب في الله صح وبغض في الله. مؤلف رحمه الله جاء بباب المحبة، وبعد المحبة جاء باب الخوف، لأن السائل إلى الله لابد يجمع في سير الله بين الحب والخوف. حبة طيب. يقول ابن القيم رحمه الله قضى الله قضاء وقضاء الله لا يرد. قضى الله أن كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. كل من قدم شيئا على محبة الله عذبه الله به. فرعون قدم محبة ماذا؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحتي، جعلها الله سبحانه تجري من فوقي. قارون قدم محبة المال صح؟ عذب بماله. كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. قل هذا قضاء الله. وكل من قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذن تحب الله ولا تحب أحد مع الله، تخاف من الله ولا تخاف من أحد، يخافك الناس. لهذا جاء باب المحبة وثنى بباب الخوف. نعم. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا شبهاء نظراء مثلا، يحبونهم محبة مساوية أو أكثر من حب الله، أو يحب الند ولا يحب الله، هذا أعظم الشرك. نعم. ثم ثنى بباب الخوف حتى تجمع في سيرك إلى الله بين الخوف والرجاء. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. إذا ما يمكن أن نخاف إلا من الله. نعم. خوف سر عبادة وتعظيم. نعم. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بعد أن جاء بباب المحبة وثنى بباب الخوف، الآن أراد أن أبين لك التوكل. ما هو؟
التوكل هو صدق اعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. يريد يحفظ القرآن، قال متوكل على الله، نختبره صادق أو كاذب؟ نقول هل أنت صادق؟ يقول صادق. واثق أن الله ميسر لك حفظ القرآن؟ قال والله ما أشك طرفة عين. موسى عليه الصلاة والسلام قالوا له إنا لمدركون، لم يشك طرفة عين، قال كلا إن معي ربي سيهدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك باثنين الله ثالثهما، لم يشك عليه الصلاة والسلام. الثالث الأخذ أسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث يعرض نفسه على القبائل منصوب، لكن أخذا بالأسباب يحفظ يراجع. غير هذا بعض الناس هنا وأخواننا انتبهوا، طلب علم ما يمكن يكون بهذه الطريقة اللي نحن عليها هذه الأيام. هذا ما هو طلب علم ترى، إلا من رحم الله، نائم وديوانيات وشاي وقهوة، هذا ما هو طلب علم ترى. طلب علم؟ لا، ما هو طلب علم، ما هكذا طلب السلف. صدق وثقة وأخذ بالأسباب، هذا التوكل. عندنا التوكل ثلاثة أقسام. الأول صرف لغير الله شرك أكبر، اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه، واعتقاد أن بيده جلب المنافع دفع المضار، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، اعتمد على حي لكن افتقار، يعتمد على السلطان. من أين لك المال؟ نفق، من ينفق على السلطان؟ قال قطع عنك النفق، قال أموت اتشرد يضيع عن أولادي، هذا شرك أصغر. أو إذا قال هذا سبب والله سبحانه وتعالى هو الرزاق، صحيح. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، لا يصح أيضا، بثم لا يصح. توكلت على الله فقط، عمل قلبي ما يصرف إلا لله. يصح أن تقول وكلت أي فوضت فلان، يعني أنا أعلى من المرتبة، يصح. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العام والخاص، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا أهل إيمان توكلوا على الله لا على غيره. نعم. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لابد أن تكون في سيرك لله بين الخوف والرجاء، تكون في سيرك لله بين، لا تغلب جانب الخوف ولا تغلب جانب، تجعلهما كجناحي الطائر. نعم. قال باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. باب من الإيمان، يعني بعض الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. لأن عندنا الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله.